بدعوة من مركز رجافة للدراسات الاستراتيجية نرى الأسد، وتحت عنوان المنتدى الدولي حول داعش الأبعاد والتحديات واستراتيجيات المواجهة، عقد في مدينة عمودة بإقليم الجزيرة التابع لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، منتدى موسع ضم ما يزيد عن 200 شخصية من السياسيين وباحثين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من دول متعددة. ناقش فيه الحضور على مدار 3 أيام إرهاب داعش بمختلف أبعاده السياسية والتاريخية والعسكرية والأمنية والثقافية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وقضية المرأة وما تعرضت له من إبادة من قبل داعش. عبر مشاركاتهم ومداخلاتهم المباشرة أو المقروءة أو المرئية ممن تعذرت عليهم المشاركة لأسباب شخصية أو قاهرة متعلقة بعراقيل حالت دون مشاركتهم، إننا في إدارة مركز رجافة للدراسات الاستراتيجية في الوقت الذي نعرب فيه عن بالغ شكرنا وتقديرنا لجميع المشاركات والمداخلات والأسئلة القيمة التي طرحها المجتمعون، فإننا نرفع للرأي العام العالمي توصياتنا هذه والتي تعد من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات المنتدى والتي تهدف إلى القضاء التام على التنظيم الإرهابي وقطع الطريق على التنظيم صفوفه من جديد وزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وشرق الأوسط والعالم، وهي كالتالي: 1. وضع استراتيجية مشتركة من قبل التحالف والمجتمع الدولي لمكافحة داعش من كافة النواحي الأمنية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 2. من أجل ألا يعيد داعش تنظيم نفسه من جديد، هناك حاجة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويتطلب هذا دعم الإدارة الذاتية ومساندتها في شتى المجالات. 3. بالرغم من التضحيات الجسيمة التي تقدمها من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية لحماية المنطقة والعالم من إرهاب داعش، وعلى الرغم من الدور البناء الذي قامت به الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال سنوات الأزمة السورية، وفي ظل غياب مشاركة 30% من سكان سوريا في مفاوضات حل الأزمة السورية، يعتبر إجحافاً كبيراً بحق مكونات المنطقة ما يشكل عاملاً سلبياً مؤثراً في قضية الاستقرار الأمني والسياسي. لذلك على الجهات الأممية والقوى الدولية الفاعلة أن تقوم بإشراك الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في عملية المفاوضات، وذلك بتمثيل كافي. 4. لإيجاد حل الأزمة السورية والمنطقة، هناك حاجة لمنظومة ديمقراطية جديدة تجفف المنابع التي أنتجت داعش والتنظيمات المتطرفة. الأمة الديمقراطية كمنظومة متكاملة بأبعادها ومقوماتها تعتبر نموذج حل ومشروع سلام إذا ما تم تطبيقه. 5. تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة داعش ومن أجل تحقيق العدالة، يجب إنشاء محكمة ذات طابع دولي في شمال وشرق سوريا لمقاضاة عشرات الآلاف من أفراد تنظيم داعش المعتقلين وعوائلهم الموجودة في مخيمات تابعة للإدارة الذاتية. 6. الدعم المادي واللوجستي من قبل التحالف الدولي لمساعدة الإدارة في تحقيق ذلك. 7. نظراً لارتكاب داعش إبادة بحق النساء وحتى تتمكن المرأة من حماية حريتها وكرامتها، هناك حاجة لمنظومة سياسية وحقوقية واجتماعية جديدة تضمن حقوق المرأة في جميع المجالات. 7.
نتيجة العنف الذي ارتكب بحق الطفولة من قبل التنظيم، فمن الضروري النظر إلى الأطفال كضحايا حرب وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية وحمايتهم بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم. ثامناً، التأكيد على روحانية الأديان وقيمها الأخلاقية عبر إبراز مفهوم الإسلام الديمقراطي في مواجهة الإسلام المتطرف، وكون روحانية الإسلام وعموم الأديان تعزز الجانب الأخلاقي والقيمي في المجتمعات، وأن داعش لا يمثل الإسلام. تسعة، نظراً لتعرض الشعب الكردي اليزيدي والنساء اليزيديات في شنغال لإبادة جماعية على يد داعش، من الضروري الاعتراف بهذه الإبادة من قبل الأمم المتحدة وضمان حقوق الكرد اليزيديين في العراق من خلال الاعتراف بحقوقهم واحترام خياراتهم، وهو أمر لا بد منه لحماية هذا الشعب الأصيل من الإبادات الجديدة. عشرة، إنما تتعرض له عفرين من تغيير ديموغرافي وتطهير عرقي على يد الفصائل الجهادية والمتطرفة مدعومة من قبل دولة الاحتلال التركي هي استمرارية لتنظيم داعش وجبهة النصرة، وذلك تحت مسميات مختلفة. لذلك فإن مكافحة هذه التنظيمات يعد أمراً ضرورياً من أجل أمن المنطقة والعالم بأجمع. 11، جعل يوم 23 من آذار يوم القضاء على داعش يوماً عالمياً للاحتفال بيوم القضاء على الإرهاب. مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية نرى لسيف، 8 تموز 2019. شكراً.